السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نسترجع متجر جوجل بلاي لو هو اختفى من على الموبايل، يعني لو جيت في وقت لقيت كده المتجر مش موجود في الموبايل وعمال تقلب يمين وشمال وتدخل هنا في جوجل ومش لاقي برضو المتجر وقلبت الموبايل عليه وبرضو مش لاقيه. ففي الفيديو ده هقولك على الطريقة اللي تقدر تسترجع بيها متجر بلاي مرة تانية، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا. اول حاجة هنعملها هندخل على الضبط بالشكل ده، وبعد كده هننزل تحت خالص وهنختار قسم التطبيقات. بعد كده هنبدأ ندور هنا على تطبيق متجر جوجل بلاي، نمشي واحدة واحدة لحد ما نلاقيه. ادي التطبيق اهو يا شباب، متجر جوجل بلاي، هندوس عليه. بعد كده هنلاقي موجود اختيار تحت معانا على اليمين اسمه تفعيل، بمجرد اننا هندوس عليه كده هو اتفعل معانا، حتى جايب لنا هنا كلمة فتح، ولكن احنا مش هنفتحه من هنا، هندور عليه بقى موجود في التطبيقات بره ولا لا. تعالوا نروح ندور عليه كده. ادي التطبيق اهو يا جماعة، متجر جوجل بلاي رجع وظهر معانا مرة تانية وشغال من غير اي مشاكل. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.